أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديث الخريشة بعدم وجود أي سلطة من الوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها وفقا للقانون باعتبارها أحزاب وطنية وليس لها أي ارتباطات خارجية. وأضاف خلال جلسة حوارية نظمت في قضاء الأزرق إلى ضرورة عدم الالتفات للدعايات المضللة للتخويف من الأحزاب والعمل الحزبي والسياسي. بهدف تعزيز المشاركة في العملية السياسية للمرحلة القادمة، عقدت جمعية على قدر أهل العزم الخيرية في قضاء الأزرق جلسة حوارية حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية. أكد خلالها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية على أهمية قانوني الأحزاب والانتخاب وتشجيع الجميع للمشاركة في العملية السياسية. العمل السياسي في الأردن الذي هو عمل ليس بجديد، لكن فيما يتعلق بما تم إقراره من في منظومة التحديث السياسي هو أمر لا رجعة عنه، وجلالة الملك حفظه الله هو الداعم والضامن لتنفيذ وتطبيق هذه القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن. دور المرأة وتفعيلها بالأحزاب والحياة السياسية حسب منظومة التي طلبها جلالة سيدنا المنظومة السياسية، ودورها وخاصة كوننا نحن مقبلين على مرحلة جديدة للانتخابات. المشاركات في اللقاء أشرنا إلى أهمية تحفيز الجميع للمشاركة في عملية التحديث السياسي، بالإضافة إلى بيان دور المرأة في المشاركة الواسعة في العملية الحزبية والسياسية وبما يخدم أيضا مسيرة البناء والعطاء والإنجاز وفي المجالات كافة، وبما يضمن أيضا تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. لما احنا نرتقي بوعي المرأة السياسي بالأزرق رح نقدر نرتقي بالوعي العام بالأردن. طبعا احنا عم نحكي بحكي من منطلق شابة ومنطلق امرأة في المجتمع. تطرق على مفهوم الأحزاب السياسية، تطرق على دور المرأة وعلى تمكينها بالمشاركة السياسية وحقها بالترشح وحقها بالانتخاب، وحكينا عن مش بس من خلال الأحزاب، حتى مشاركة سياسية بشكل عام بمنطقة قضاء الأزرق وبالأردن ككل. وجاءت هذه اللقاءات لغاية تحفيز وتعزيز المشاركة في العملية السياسية والحزبية، بالإضافة إلى تمكين الجميع للمشاركة في المرحلة القادمة. يوسف المشاقبة، التلفزيون الأردني، الأزرق.